Welcome to the Diplo Woman Podcast, where we will be talking with and about incredible women mediators, facilitators, negotiators, ambassadors, peacemakers, peace builders, and more. I am Karma Ekmekci, and I will be your host in this journey of mainstreaming the Women, Peace, and Security agenda into our lifestyles. With a focus on the Arab region, the Diplo Woman Podcast comes to you in collaboration with the Issam Faris Institute for Public Policy and International Affairs at the American University of Beirut, and is made possible by the generous support of UN Women. The Arabic subtitled video edition is available on the Diplo Woman Podcast YouTube channel. عم نفكر على العالي مع سناء البنوي بحلقة جديدة من The Diplo Woman Podcast. سناء شابة أردنية بتشتغل بمجال المرأة والأمن والسلام مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. هي كمان ضابط نوع اجتماعي يعني Gender Focal Point مع شبكة دولية اسمها GPAC بتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سناء أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بـ The Diplo Woman Podcast. أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير على هاي الاستضافة. خبرينا سناء، حضرتك موجودة هلأ بالأردن عم تشتغلي مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، شو أولوياتكم؟ عشو عم تشتغلوا اليوم؟ أول شيء جداً سعيدة بوجودي هون وجداً سعيدة كمان أنه عمالي بقدر أوصل صوت الصبايا والسيدات فيما يتعلق بمجال المرأة والأمن والسلام. هلأ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة هي المظلة الوطنية لكافة شؤون المرأة بالأردن، ولكن أنا مختصة في أجندة المرأة والأمن والسلام، وهي تابعة لي قرار أممي تابع لمجلس الأمن وبيحكي أنه هنالك دور للنساء والفتيات في الأمن والسلام، وهن ليس فقط ضحايا لهذه النزاعات والحروب، إنما هناك لهن دور فاعل في عملية السلام المستدام. فزي ما أنت حكيتي هي عملية شاملة، إدماج النساء في عمليات الأمن والسلام، وإحنا عملنا على صياغة خطة وطنية بما في ذلك نعني أن هنالك شركاء وطنيين شاركوا في عملية صياغة هذه الخطة على كافة المستويات من الحكومة، من القطاع الأمني والعسكري ومن مؤسسات المجتمع المدني. كان هنالك لجنة توجيهية عليا أيضا تدعم هذه الصياغة لحتى نوصل لمكان هنالك أطر أو إطار وطني أردني يمكن من خلاله تعزيز مشاركة المرأة في الأمن والسلام على كافة المستويات وعلى من مختلف القطاعات. طب كيف اخترتوا الأولويات؟ يعني كنا عم نحكي شوي تحت الهواء إنه الأولويات اللي أنتوا يعني بالأردن بتشوفوها يمكن تكون مختلفة عن لبنان، تكون مختلفة عن العراق، كيف حطيتوا هالأولويات؟ كيف اخترتوها؟ طبعا الان زي ما احنا بنعرف لكل بلد خصوصيته وسياقه الخاص فيه. الاردن دوله لا تعاني من النزاعات ولا من الحروب، وانما تاثرت بالنزاعات الموجوده في المنطقه، وكان في هنالك يعني اللجوء السوري واللجوء وغيره من انواع اللجوء اللي تمت للاردن. فكان هنالك دراسه لحاله المجتمع الاردني في ذلك الوقت لما بلشنا نصيغ في الخطه الوطنيه الاولى، والان الحمد لله نحن عم نصيغ بالخطه الوطنيه الثانيه. فما هي التحديات اللي بتواجه النساء فيما يتعلق بإطار المرأة والأمن والسلام؟ عملنا مشاورات وطنية نطاقها واسع جدا، رحنا للمجتمعات المحلية لحتى نفهم منهم لما تسمعوا كلمة مرأة وأمن والسلام شو هي المشاكل، شو تفهموا منه، ايش بدكم منه؟ هل بدكم زيادة أعداد نساء في القطاع الأمني والعسكري، ولا بدكم نطلع على موضوع الوقاية من التطرف العنيف؟ ففتحنا المجال للمجتمع المحلي وأيضا لأعضاء الائتلاف الوطني لحتى يحددوا هاي الأولويات، وبعد هيك تم دراسة هاي الأولويات وبالفعل تم صياغة الأهداف الاستراتيجية في ذلك الوقت لحتى تحاكي الظروف وخصوصية المجتمع الأردني. وهنالك كان بعض الأولويات اللي أخذناها بعين الاعتبار زي أزمة زي موجات التطرف العنيف اللي كانت يعاني منها المجتمع الأردني، الخدمات التي يجب أن تقدم
للاجئات السوريات والنساء في المخيمات والمجتمعات المستضيفه. فيعني تنوعت الاهداف لحتى تكون تركز على الامن الصلب والامن الانساني في نفس الوقت، وهذا الشيء اللي احنا اعتمدنا عليه في خطتنا الثانيه، بحيث انه درسنا ما تم انجازه وكيف تم انجازه من خلال الاعضاء او الشركاء الوطنيين، وما هي الاماكن اللي بدنا نرجع نضوي عليها مره ثانيه، وخصوصا في ظل كورونا وازمه كورونا. ازمه كورونا على الرغم من انها كانت ازمه صحيه صعبه على الجميع، انما هي اوجدت فرص كان لابد منا انه احنا نلتفت لها لحتى نطلع اين المراه في الازمات وفي اداره الازمات. فهذا خلق يعني افق جديد للخطه الوطنيه الثانيه لحتى نركز على دور النساء في إدارة الأزمات والتصدي لها، دور النساء في قطاع العدالة، في الوساطة، فض النزاعات. فيعني جميع هذه الأولويات جاءت من الشركاء الوطنيين وأيضا من المشاورات الوطنية، يعني اللي نطاقها واسع جدا. سناء، بدي أسألك، شو اللي خليك تفوتي بهذا المجال؟ يعني في كتير شباب وشابات بيسألوا كيف فينا نفوت على هذا المطرح، كيف فينا نشتغل بموضوع الأمن والسلام وأجندة المرأة والأمن والسلام تحديدا. شو اللي خليك تفوتي، شو اللي خليك تقولي أنا هذا المجال بدي بلش استثمر وقتي فيه؟ نعم، هلا انا لما كنت طفله صغيره كان ب 2006 بلشت بموضوع التطوع، وكان كثير كونسبت جديد على الاردن، وكان على اثر الازمه العراقيه. في هذاك الوقت انا كان يعني كون صداقات من اللاجئين العراقيين والعراقيات، وكان لازم نشتغل على برامج لحتى ندمجهم. وليه احنا كنا موجودين يعني اطفال، يعني ايش بحكي 2006 وانا كنت متطوعه، فيعني شوي يعني الكونسبت غريب، ولكن كنا احنا موجودين هناك حتى نخفف الفجوه ما بين المتطوعين الكبار وما بين الاطفال العراقيين الموجودين هناك. فكنا نحن عمالنا بنساعد لحتى يكون في اندماج وانخراط يعني فريندلي أكثر، صديق أكثر للاجئين العراقيين واللاجئات العراقيات. ومن هناك أنا بلشت أشوف إنه أنا موجودة في بلدي وفي لاجئة أو لاجئ عراقي في معاناة وفي صوت بده يوصل. فمن هناك بلشت تتفتح عندي الأفاق حول موضوع إنه كيف ممكن إحنا بنقدر نساعد فئة معينة من خلال إحنا نوصل صوتهم. بعدين أنا اتجهت لدراستي وضليت في العمل التطوعي، وبعدين صرت أدخل على عمل التطوع من خلال المسرح والمناظرة. المسرح علمني كيف بدي أستخدم جسدي، نظري، صوتي لحتى إني أوصل الصورة، إنما المناظرة أعطتني الخلفية العلمية منطقية لتكوين الحجج والأفكار. فبعد هيك لما توجهت لسوق العمل درست أنا اللغة الإنجليزية، لأنه هو كان يعني الوسيط أو إشي بيسهل انخراطي في سوق العمل. توجهت للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وخصوصا لهذا المشروع لأنه بيحكي عن المرأة والأمن والسلام وبيأخذ بعين الاعتبار أزمة اللجوء. فكنت بحس دائما أنه رسالتي أنه كيف أنا بدي أكون ضامنة انه يكون هنالك نظره او لينس، يعني نظره مختلفه على موضوع الشابات والشباب في اجنده المراه والامن والسلام. عملنا زي ما بسموها موائمات ما بين القرار اجنده الشباب والامن والسلام واجنده المراه والامن والسلام، لانه كلاهما يدور حول نفس المفهوم، وهو دور فئه معينه في الامن والسلام. فكنت بحس دائما انه انا بدي اركز انه انا كشابه، لانه لما كنت انا كطفله كان في عندنا تحدياتنا ومعاناتنا، الان انا كشابه شو تحدي وشو أولوياتنا لحتى يتم إدماجها في إطار رسمي يكون قادرين إنه إحنا نشتغل عليه. قديش عم بتشوفي مدى تأثير عملك على الأرض؟ يعني اليوم في خطط وفي استراتيجيات وفي الكثير من التفكير والأفكار يلي عم تنحط على الورق. سؤال هو قديش عم تترجم على الأرض خاصة بالأردن؟ يعني كيف فيك تعطينا أمثلة من أفكار أو استراتيجيات وضعت
الخطة الوطنية واليوم عم تترجم على الأرض. صحيح، دائما احنا بنحكي انه مرات احنا كتير شاطرين بكتابة الاستراتيجيات والخطط وبعدين بنحطها على الرف وبعفي عنها الزمان، انما الخطة الوطنية للقرار 1325، وانا كنت بحب استشهد بالارقام ولكن ما مش مستحضر الارقام الان، وانما الارتفاع بعدد، على سبيل المثال الارتفاع بعدد النساء الموجودات في قطاعي الامن العام والجيش، ارتفاع اعداد النساء في مهام حفظ السلام، والاردن موجودين كمان ببعثات السلام. هذا اللي صح بحكي انه الاردن صح لها باع طويل في موضوع الامن والسلام وفي موضوع بعثات او مهام حفظ السلام، ولكن الان بنطلع على كم صارت النساء ذوات كفاءه وبيعبوا مكانهم في مهام حفظ السلام، ودائما احنا بنحكي كواليتي اوفر كوانتيتي. خطينا من المرحله الرمزيه بالضبط. اوكي بالضبط. والان يعني احنا، انا جدا سعيده بانه قطاعين الامن والعسكري، الجيش والامن العام، في عندهم استراتيجيات لدمج النوع الاجتماعي. تخيلي في قطاعين يعني معروف عنهم انه هم الى حد ما محتكرين من قبل الرجال، او انها قطاعات رجاليه اكثر من انها نسويه، الان في استراتيجيات لدمج النوع الاجتماعي داخل هاي القطاعات. فهذا إذا بدل على كمية التغيير في العقلية الموجودة والبيئة الثقافة الموجودة داخل هاي القطاعات، واللي راح ينعكس كمان على المجتمع الأردني. كثير من البرامج يلي موجودة من خلال جوناب كانت في المدارس في مختلف المحافظات، يلي كان عم نشوف على يعني على أرض الواقع الناراتيف أو اللغة اللي بحكي فيها الطلاب من صف أول لصف تاسع كيف مختلفة وكلياتها تسامح. ما بحكي لك إنه الوضع بيرفكت ولا بكل المدارس ولا بكل الأماكن، ولكن هناك بصيص أمل إنه أنا عمالي بشوف شاب أطفال وذكور وإناث في مدرسة معينة عم بيحكوا عن موضوع الدمج النوع الاجتماعي. بس هل هذا الشيء صار عندكم بالأردن لأنه دمجتوا يعني دمجتوا الأفكار بالبرامج التربوية بالمدارس؟ يعني شو الخطوة اللي خليهم للتلاميذ أو للشباب يقدروا يحكوا بهذه اللغة؟ هلا في العمل على موضوع التعليم هو يعني بيحتاج شقين. الشق الأول إنه إحنا نشتغل على المناهج وتم هذا الحكي، وإنه نشتغل على برامج التوعية داخل هاي المدارس. فالمثال اللي أنا أعطيته هو كان عن برامج رفع الوعي من خلال المسرح والموسيقى والتمثيل في المدارس، إنما في شق التعليم إحنا تم عمل أداء لمراجعة المناهج في الأردن ما بين وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للمناهج، بحيث أنه من لغاية 2000، إذا أنا مش غلطانة، لغاية 2026 رح يتم مراجعة أغلب المناهج لحتى يتم إدماج منظور النوع الاجتماعي داخل هذا المناهج. وفي منهاج واحد تم مراجعته، والمهم في هاي الخطوة هو أنه إحنا تصير الأفكار موجودة في المدارس، وكمان نشتغل على الإعلام ونشتغل على الأمهات فنخلق هاي الثقافة. هلأ الأثر، وإحنا عارفين إنه الأثر بيحتاج كتير وقت، الأم والأب بس مش بس الأمهات. أنا الآباء والأم يا parents شيء الآباء. واحدة من الأمور اللي إحنا بنحكي فيها دائما الذكور الإيجابية، إنه كيف ممكن إنه الرجال والأولاد والشباب والآباء إنه كمان يكون في لهم دور فعال في تفعيل هاي الأجندة أو في تفعيل الأجندات الأخرى أو الحديث عن المساواة ما بين الجنسين، لأنه ما نقدر إحنا نفصل. إذا فصلنا اشتغلنا على النساء ومكناهم وفهموا فعليا أهمية هذا العمل في معزل عن الرجال، إحنا ما وصلنا لأي مكان، لأنه لسه بدنا نعمل هذا الحكي مع الرجال وبعدين نرجع ندمجهم، يعني عم بيكون يعني صعب إنه إحنا نوصل بالنهاية لنتيجة. وهون بحب أخذ المناسبة لأقول إنه UN Women نفسهم بالاستراتيجية تبعيتهم للخمس سنين الجايين ركزوا كتير على رفع الوعي عند الرجال وال شباب، لأنه يعني النتائج بتدل أنه ما فينا نشتغل بس على النساء بموضوع النساء، يعني وخلق التحالفات بالمجتمع شيء كتير مهم، نخلق التحالفات مع جميع مكونات المجتمع تنقدر نتقدم ب أجندة المرأة والأمن والسلام 100%. ولهيك بنكون عملنا منعيد بالإشي اللي كان عم بصير للنساء، أنه يتم صنع القرار، يتم العمل السياسي الاجتماعي الاقتصادي في معزل على النساء. فإذا إحنا بلشنا في الموضوع تمكين النساء في معزل عن الرجال، فإحنا عم نرجع نخلق نفس المشكلة 100%. سناء قولي لي عن التحديات يلي عم بتواجهها. يعني يمكن أنا
ما مخبرتيني انه عندك تحديات، بس كونك امرأة وشابة تحس انه بمكان ما واجهت تحديات، فيا ريت منشارك المستمعين والمستمعات شو التحديات يلي عم بتواجهيها بعملك وكيف عم تتخطيها، وشو النصائح يلي بتعطي الشابات يلي عم بيشتغلوا بهذا المجال او بغير مجالات بالمؤسسات العامة او على الارض او في الوساطة وبناء الجسور من تجربتك الخاصة. انا رح اكون هون كتير، يعني الموضوع كتير شخصي وكتير خاص، فرح اكون عم بحكي فعليا عن كيف انا كصبيه كان عم بيواجهني تحدي انه الخبره. لما بلشت بهذا المجال كنت انا متخرجه من الجامعه، فما كان عندي هاي الخبره، وانما عندي المعلومات الكافيه اللي بتاهلني اكون موجوده بهذا المكان. وفعلا الكاريزما والكاريزما يلي بتخليك فيعني الكاريزما بتيجي لما يكون في عندك محتوى علمي منطقي قادرة انه انت تعتمدي عليه لحتى ينعرض. الكاريزما هي اشي لعرض المحتوى اللي داخلنا، انا هيك بعتقد. ففي البداية كنت بحس انه كان في صعوبات جدا، لانه انا صبية صغيرة موجودة في مكان، فعليا اول اجتماعات كانت مع عقدة وعمدة من الجيش والامن العام وزراء، بعدين شوي سفارات، كان الجو كلياته جديد علي، وكان لازم انا دائما في كل مكان ياخدني وقت اكتر لحتى أثبت إنه أنا بمكاني. خفتي؟ خفت بأول مرحلة؟ بأول مرحلة تحكي خفتي تعطي رأيي؟ ما لقيت إلي مكان أحكي رأيي، أو يعني كان كتير صعب إنه في على طاولة موجود فيها كل هذا المستوى من صنع القرار إنه أنا أكون عمالي بحكي. فكنت دائما أسمع أكثر من إني أحكي لحتى أشوف كيف اللغة إيش عمالهم يستخدموا، حتى على مستوى المفردات اللي يتم استخدامها، المصطلحات التقنية 100% 100%. ولكن عشان أكون صريحة، بدعم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة آمنوا إنه أنت صح صغيرة، صح عمرك صغير، وإنما في نتاج، يعني في محتوى عم تنتجيه، في إلك حضور في الموضوع. يعني بلشت أرفع صوتي شوي لحتى أحكي إنه أنا شايفة هيك مش هيك. فلو ما كان في بيئة بتدعم حاضنة وبتدعم وجود النساء، ما كان أنا قدرت إنه أوصل لحد لمكان أقدر فيه من خلال الخطة الوطنية الثانية إني أحط أولويات واضحة وصريحة إنه أنا بدي هيك وما بدنا هيك. يعني طبعا احنا ضمن فريق متكامل، انما يعني كان لي صوتي في 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 اماكن، في اولويات محدده. وكمان زميلتي هي اصغر مني بالسن بسنتين، يعني حطت اولويه على المستوى الوطني، فيعني فعليا هي البيئه حاضنه لنا. اللي بدي احكيه هو انه انا دائما بطلع انه انا بصحي لي الفرصه، ولكن في ناس مرات بيشوفوها انه هي صدف، ولكن الانسان الشاطر هو اللي بيحول هاي الصدفه لفرصة بقدر يستفيد منها. عشان هيك أنا دائماً بآمن إنه كل إنسان لازم إنه يكون في عنده الفرصة. كيف فينا نخلق هالفرصة؟ كيف فينا نخلق هالفرصة للشاب؟ أول إشي لازم يكون في عنا تقوية الثقافة ما بين المؤسسات الرسمية، خصوصاً من خلال إدماج الشباب، حتى لو مش من خلال العمل الرسمي، لو كنا موجودين كزمالة كتطوع، ولكن نكون موجودين بالجو العام لحتى نكون موجودين ونسمع من خبراتهم، نكون نخفف الفجوة ما بين وما بين الأجيال اللي سبقتنا والأجيال الأكبر. لأنه طول ما إحنا بعاد وبنحكي عن إدماج الشباب، إحنا ما عملنا منحقق إشي. إنما إذا كانوا موجودين الشباب في على طاولة، لو مش يعني أنا ياريت بحب أشوف الشباب على طاولة الحوار وقياديين، ولكن أنا كمان بعطي إنه الخبرة هي بتحتاج يعني إلها وزنها في موضوع صناعة القرار، ولكن أتليست نكون موجودين إحنا بالجو، يتم العمل معنا مش علينا. يعني ما حدا بيعرف أولوياتي غير أنا، فعشان هيك لازم يكون الشباب موجودين في كل هاي المراحل لحتى يكون في إيصال حقيقي للصورة وللصوت الشباب. فانخراطنا في الجو العام مهم جدا، من خلال السوشيال ميديا والماس ميديا كمان جدا مهم إنه إحنا نسلط الضوء على هذا الحكي، والنظر في احتياجات الشباب في مختلف المناطق في الأردن، لأنه أنا كشابة في عمان تختلف أولوياتي وتحدياتي عن شابة في الكرك، في إربد، في
غيرها من المناطق. فأعتقد من خلال يعني من خلال هيك رح تنخلق الفرص للشباب والشابات، وإحنا كتير شاطرين ننتهز هاي الفرص ونكون قادرين نكون موجودين everywhere. بدي أسألك على تجربة الكوتا بالأردن، كيف بتقيمي هذه التجربة؟ نجحت؟ لأنه في كتير دول عربية اليوم بعدها بتناقش هل لازم إدخال الكوتا في قانون الانتخابات أو لا. يعني لبنان بلد من هالدول اللي بعدنا نحن ما عنا كوتا بالانتخابات البرلمانية، ودائما في جدل طويل عريض إنه هل لازم ندخل الكوتا ولا لا. فبعرف إنه بالأردن كان عندكم هذه التجربة، فيك تخبرينا شوي كيف بتشوفي هذه التجربة؟ أو من رأيي الشخصي أنا بعتقد الكوتا هي مهمة في بدايات الإصلاح، لأنه هي بتحفظ مكان للمرأة ضمن هذا ضمن البرلمان، ولكن أنا بحس إنه إلى حد معين وإلى مرحلة معينة لازم أن تختفي هاي الكوتا ويصير هاي ثقافة مجتمعية، يصير لو ما في لو في نساء نازلين على الانتخابات وسواء ضمن بشكل فردي أو من خلال قوائم، إنه يكون أنا كمواطنة أردنية عندي الوعي الكافي إني أختار هاي السيدة عشان برنامجها الانتخابي، مش عشان الكوتا عمالها بتحفظ لها حقها أو لأنها هي جاي من باكي جراوند معين. فأنا مع الكوتا في البدايات، ولكن بتمنى نوصل لمكان إنه شيء طبيعي روح وتصير إشي طبيعي وثقافة من ثقافتنا إنه إحنا نصوت للنساء. سناء، شو بتقولي للمستمعين من تجربتك؟ كيف فيك تلهمينا إنه نفوت على هذا المجال، نشتغل بمجال الأمن والسلام، نشجع الشباب والشابات إنه هذا المجال مجال يمكن ما بيشوفوه يعني عنده مردود كبير مادي، صح؟ يعني احنا دائما بنفكر بانه كيف بدنا ندفع الفواتير، ففي كثير بيقولوا لي انه هذا المجال ما بيطعم خبز. كيف فينا نشجع الشباب والشابات بالعالم العربي انه يفوتوا على هذا المجال؟ اول شيء المهم جدا نعرف انه لحتى نوصل لسلام مستدام وشامل، وانا ما بدي استخدم المفردات تبعت الصالونات الثقافيه والمؤتمرات، ولكن عن جد اذا احنا بدنا نوصل لمجتمع في سلام، اول خطوه هو انه احنا يكون في عنا سلام مجتمعي، يكون في عنا الامن الانساني، يكون في عنا شعب وشباب واعي فاهمين مصطلحات التسامح، قبول الآخر، قبول الرأي الآخر والتنوع. إذا إحنا بنآمن بهدول المصطلحات وقادرين إنه إحنا نشارك في الجهود الوطنية للأمن والسلام، بيكون إحنا هذا جداً ممتاز ويساعد وبيساهم في موضوع الأمن الصلب اللي هو يقع على عاتق المؤسسات أو القطاعات الأمنية والعسكرية. الشباب، خليني أحكي لك لأني أنا شابة، إحنا كتير عنا شغف وكثير عندنا حب للعمل، وصح منفكر بانه هل شو هو المردود المادي لشغلنا هون، ولكن ايضا في عندنا دائما الشغف اتجاه التطوع من عنا لحتى نكون موجودين ونساعد ونساهم في الخطط الوطنية. اللغة اللي بتنكتب فيها الخطط الوطنية أيام بتكون صعبة على الشباب. نعم. أنا لأني قضيت وقت كتير طويل تقريبا 6 سنين وأنا بشتغل في هذا المكان، فقادرة أفهم إيش يعني أمنية الشباب يتم ترجمتها لأهداف واستراتيجيات ومخرجات ونتائج وما إلى ذلك. ولكن أنا بعتقد إنه حق علينا إحنا كمؤسسات إنه يتم بناء قدرات الشباب في هاي اللغة الفنية اللي هم بيحتاجوها لحتى يعيدوا دراسة التحديات والمطالبات الموجودة عندهم بطريقة يمكن تضمينها في الاستراتيجيات والأطر الوطنية، لأنه إذا لم يتم العمل من خلال أطر وطنية مؤسسة داخل الهيكل الموجود عندنا في الدولة، يمكن بتصير هي جهود مبعثرة هون وهناك وما في ديمومة لإلها. فالشباب بحاجة لحتى إحنا نكون فاهمين إيش هي اللغة الفنية، بحاجة للفرصة، وبحاجة إنه هم يصيروا يربطوا هاي المصطلحات الكبيرة والفضفاضة والدولية وغير ذلك بواقعنا المحلي. وفعليا هذا اللي عملته الخطة الوطنية الأولى والثانية من خلال توطين أجندة المنطقة
المرأة والأمن والسلام لحتى تلامس الواقع الأردني بمختلف اللغات. وزي ما حكيت لك كان في موائمة للشباب والأمن والسلام داخل الهدف الاستراتيجي الرابع في الخطة الأولى والنتيجة الرابعة في الخطة الثانية، بحيث أنه كيف أنتوا بتفهموا هذا الأجندة، شو هي أولوياتكم. وتم عقد يعني كان في عنا مشاورات وطنية مع الشباب وذوي الإعاقة، الأكاديميين، الإعلاميين، الممولين، هيئات الأمم المتحدة وما غير وغيرها من المؤسسات، لحتى نكون عن جد قادرين نحط أهداف هم يكونوا قادرين على تنفيذها في المستقبل. سماء البناوي، شكراً أنه كنت معنا اليوم، شكراً على وقتك، شكراً على شغفك، على الطاقة يلي عندك إياها. بتمنى لك كل خير وكل توفيق بالعمل يلي عم بتقومي فيه. بالعكس، شكراً كتير لكم على هاي الاستضافة، وبتمنى لكم يعني مزيد من التألق في هذا المجال، ويعطيكم ألف عافية.